نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تي شيرت نادي الزمالك، نادينا الغالي على قلوبنا دايما. حلقه يوم الاحد 22 مايو، عندنا شغل كتير جدا واجنده رياضيه محليه وعالميه هتكون على مدار الاسبوع ده. هيكون لينا متابعه كالعاده مع كل حدث رياضي، بس في البدايه قبل اي حاجه طبعا لازم ارحب بزميلتي العزيزه انجي يحيى. نهارك ابيض يا انجي. نهارك ابيض يا نيرفانا، وحشتيني. انت كمان قوي. بصي قبل ما نخش في الاجنده اللي عندنا، في بس موقف لازم احكيه لك عشان انا بجد متضايقه قوي. الموقف ده هي من الصبح انا هموت واعرفه شويه، انا شويه وهخبط دماغي في الحيطه. بصي انا الاكره بتاعتي، طبعا انا اتمنى ان بابا ما يكونش شايف الكلام ده، بس ايا كان الاكره بتاعت اوضتي من بره مكسوره، فانا قلت بقى احافظ عليها. شلت الاكره وشلت المسامير وحطيتهم جوه في الدرج. اوكي. فخلاص ومقفلش باب طبعا اللي ما فيش اكره النهارده، وانا نازله رحت رازع باب الاوضه. فانا لما ارجع دلوقتي مفيش حل. تمام، الحمد لله ان ما اترزعش الباب وانت جوه. طب وانا ما ارجعش اوضتي؟ مش مهم تدخلي الاوضه، المهم انك تعرفي تخرجي من جوه. من جوه في اكره، من جوه في اكره. هفتح عادي، لكن من بره ما فيش. لا ما انا، انت ذكيه. شفتي سؤال. انا طلعت اشوف الشباك من بره لقيته متقفل بحديد، فيعني ما حدش عارف ايه اللي هيحصل. بس اتمنى خلاص كده يا جماعه. خلاص يا جماعه شكرا. فانا كان لازم اقول لك الموضوع ده. محتاجين نجارين يقفلها على باب المدينه تاخدهم معايا وهي مروحه النهارده. اه والله محتاجين نجار ضروري. فقلت احكي لك بقى، لان انا من الصبح وانا متضايقه. يعني على طول نيرفانا ملكه الحوادث يا جماعه دايما، دي حقيقه. طيب خلينا نتكلم بقى عن الاجنده بتاعتنا، اجنده الاسبوع. بما ان انت اتكلمتي عن اجنده الاسبوع وقلتي ان احنا عندنا اجنده مليئه بالاحداث الكرويه، فخلونا نبدا من النهارده وبكره في اوروبا بالتحديد، نتكلم عن الاجنده الرياضيه. بس قبل ما نتكلم طبعا عن اوروبا لازم نتكلم الاول عن الزمالك، خصوصا ان احنا يعني دخلنا في اجواء حاسمه. طبعا احنا هنتكلم اكيد عن انجلترا، وهنتكلم في اجواء الحسم واحد الحسم انجلترا وايطاليا، اكيد فيهم مباريات حاسمه النهارده. بس خلونا كمان نروح سريعا لنادينا الزمالك اللي عنده بكره اختبار محلي في بطوله كاس مصر مع اسوان في الدور نصف النهائي من كاس مصر القديم، واللي ما كملش طبعا الموسم اللي فات، وكنا الحقيقه يعني قطعنا فيه مشوار كبير جدا وكسبنا فرق قويه كتير، منها الاسماعيلي مثلا اللي كان الموسم اللي فات اقوى بكتير من الموسم الحالي. عشان كده اكيد هيكون لينا كلام كتير، كمان هيكون لينا كام رساله النهارده وبكره خاصين بالزمالك وبلاعيبتنا وبجهازنا الفني كمان، قبل مهمه البحث عن بطوله في عام 2022 واللي هتكون اكيد معاها ان شاء الله فتحه خير للفوز باكتر من بطوله. اول حاجه حابين نتكلم فيها كمان ان احنا عايزين نعمل كامباك للكلام اللي قلناه عن روح المنافسة من البداية لحد النهاية. يعني احنا اتكلمنا الفترة اللي فاتت ديت انا ونيرفانا وانا واحمد عن فكرة انه كل دوريات العالم وانك قدرك كفريق كبير وعريق بيخليك ان انت تدخل الموسم في اكتر من منافسة واكتر كمان من بطولة. انت بتنافس، مش بتنافس على بطولة واحدة، انت بتنافس على كذا بطولة. يعني احنا مش بنلعب على بطولة الدوري بس، ولا بنلعب على الكاس بس، ولا بنلعب على بطولة افريقيا بس. طبعا احنا ده غير بقى بطولات السوبر. عشان كده احنا بنتكلم ان احنا بنلعب على كذا بطوله. هو دوت الفريق البطل، هو ده اسلوب الفريق البطل، ان هو مش بيلعب على المنافسه على بطوله واحده، بيبقى داخل عايز يفوز بكل البطولات الممكنه اللي يقدر ان هو يفوز بيها. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نحط في اعتبارنا فكره المكسب، فكره ان المكسب بيجيب مكسب والخساره بتجيب خساره. فاحنا محتاجين المكسب، محتاجين ان احنا نرجع تاني حتى لو كان الاداء مش افضل حاجه بالنسبه لنا، محتاجين ان احنا نرجع تاني نعيد نغمه الانتصارات. هو ده المطلوب حاليا، فكره الفوز. ايا كان بقى الاداء، احنا مش راضيين اكيد عن الاداء واكيد في مشاكل كتير محتاجين ان احنا نحلها الفتره اللي جايه، بس في الوضع الحالي احنا محتاجين مكسب. احنا محتاجين ان احنا شفنا كلنا، او يعني خليني اقول مثال، احنا كلنا شفنا فريق الهاندبول يعني لما خسروا وزعلنا واتضايقنا، وكلنا اكيد كنا زعلانين جدا من الموضوع ده، قدروا ان هم يرجعوا بسرعه وان هم يعوضوا ويكسبوا كاس الكؤوس الافريقيه. طبعا ده كان رد فعل حلو جدا من ابطال نادي الزمالك اللي معودنا دايما انه مهما تعثروا ومهما وقعوا ومهما حصل هم هيلحقوا بسرعه يلموا الدنيا تاني ويعوضونا تاني ويفرحوا كل جماهيرهم. بالظبط انجي، انا متفقه جدا جدا معاكي. يعني احنا اتكلمنا يا جماعه باستفاضه في القصه دي، وافتكر ان لعيبه الزمالك فاهمه كويس ان جمهورها عنده الزمالك فوق اي حد واغلى من اي حد. الحقيقه انا نفسي اشوف بدايه جديده، يعني قبل فتره التوقف الدولي اللي احنا داخلين عليها، ندخل المرحله اللي جايه واحنا في نهائي بطولة كاس مصر، هتفرق جدا جدا معانا الفترة اللي جاية، هتبقى دفعة معنوية كبيرة جدا عشان نقدر نرتب كده ايه البيت من اول وجديد زي ما بنقول داخل فريق
الكوره، لان فريق الكوره بالذات محتاج كده ايه اعاده هيكله من اول وجديد، لانه مش ممكن ابدا الحاجه اللي هتبقى يعني لما مثلا بنشيل اللعيبه شويه، احنا بنشيل شويه، الاعلام بيشيل شويه، بس برضو مش كل حاجه اكيد هتبقى على اداره النادي، لانه اكيد في عوامل نجاح تانية محتاجه اللعيبه تفوق شويه، محتاجه الاداره طبعا تقف مع النادي، جمهور واعلام زملكاوي. افتكر ان الحمد لله كل ده متوفر، بس محتاجين نقطة نظام. يعني احنا الفترة اللي فاتت بنحاول ننظم الدنيا بقدر الامكان، بنحاول نتكلم مع اللعيبة، بنحاول نقول اللي مجلس ادارة بيعمله عشان خاطر يدعم النادي، بنقول الجمهور حاسين بايه، بننقل نبض الشارع. فهيكون لينا كلام كتير جدا جدا كمان مفصل اكتر عن ماتش اسوان في فقرة سهم وقوس مع كابتن محمد مصطفى ممس لاعب الزمالك ومدربه السابق بقطاع الناشئين، واللي هنتكلم معاه كمان عن موضوع الحلقة قبل لقاء أسوان، وتحديدا كيفية علاج الأخطاء الدفاعية للزمالك والخروج بشباك نظيفة في مواجهة الكاس اللي هتكون في منتهى الأهمية قبل الدخول في فترة التوقف. الحقيقة يا جماعة أنا وأنا بقول الأخطاء الدفاعية غالي عليا قوي الكلام اللي أنا بقوله ده، يعني أنا لما بقى عندي ناس نجوم الحقيقة في خط الدفاع، عندي الونش وعندي غير الونش كمان، وبقى بقول إن احنا عندنا أخطاء فادحة في خط الدفاع، جماعة الكلام ده تقيل قوي عليا. فأتمنى إن احنا نعدي من الكبوة دي، لأن هي ما يتقالش عليها حاجة تانية غير كبوة، ونبتدي بقى نشوف الكاس القديم ونشوف الكاس الجديد ونشوف الدوري ونكمله بالشكل اللائق وبالشكل اللي احنا دايما متعودين عليه من الزمالك. ان شاء الله باذن الله البدايه تكون بكره من مباراتنا مع اسوان في بطوله الكاس القديم زي ما قلنا. وخلينا بقى ندخل كده اخدك بقى ونروح شويه للاجواء الاوروبيه، وزي ما كنا بنتكلم امبارح انا واحمد، يعني بما اننا هنتكلم عن التوقعات واسالك عن توقعات النهارده، عندنا توقعات كتير جدا قوي النهارده بس خليني بقى برضو اتكلم في حاجه. احنا توقعنا امبارح انا واحمد توقع خطير خطير جدا، كيليان مبابي. كيليان مبابي اه فاجئنا فاجئنا مفاجاه، يعني مش عارفه انا، يعني انا مش عارفه. طبعا احنا مشجعين ريال مدريد انا واحمد، ورغم انه هو يعني احنا كنا متوقعين ان هو هيختار بي اس جي في الاخر، بس الحقيقه اللي هو احنا اتصدمنا في فكره ان انت واحد بتعشق ريال مدريد، اوضتك بتاعتك من وانت صغير مليانه صور وتيشيرتات وشعار ريال مدريد، صورك مع صورتك مع كريستيانو رونالدو، بتقول ان مثلك الاعلى كريم بنزيما، وفي الاخر كل ده بينهار امام الفلوس، امام الفلوس كل حاجه انهارت، حبك لريال مدريد، حلمك باللعب مع ريال مدريد، كل حاجه انهارت امام الفلوس. والحقيقه انه الفلوس دي كلمه قليله على اللي هو خده برضه عشان نكون استني بس انت عشان انت بتشجعي الريال، معلش هو ما انهارش قدام الفلوس قد ما انهار قدام البي اس جي، هو بيلعب في البي اس جي. لا 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 لا، وعلى فكره الفلوس اللي البي اس جي قدموه مش قليله، مش عشان البي اس جي، لو المبلغ ده ما كانش اتقدم من البي اس جي واصرارهم الفظيع على وجود كيليان امبابي معاهم ما كانش ده هيحصل، وكان هينتقل لريال مدريد. هو فضل، ما عنديش مشكله الفلوس. بس انا لما يبقى معايا الفلوس ويبقى معايا كمان بي اس جي بنجومه وبكل الحاجات الحلوه، لا انا اقف تمام ماشي. بس انا بتكلم عن انه الاحلام بتنهار امام المصالح الماديه. الحلم انهار تماما. فاكره لما سالتك انت لما كان امبابي هتختاري ايه؟ تختاري تبقي اغلى لعيب من حيث الراتب ولا تختاري تبقي بتلعبي كافضل لاعب؟ مش مكانه، مش عايزه اكون، مش هعرف اتخيل ان اكون مكانه. احنا اتكلمنا قبل كده في انه ال 400 مليون يورو اللي معروضين عليه من بي اس جي مبلغ ضخم، ميزانيه دول يا جماعه مبلغ يعني يفوق توقعات ويفوق احلام اي حد الحقيقه. وافتكر ان النقطه دي، بس عايزه اتكلم معاكي في حاجه في النقطه ديت، انه رب ضرة النافعة، هو ضرة يعني هو الموضوع ضررنا احنا كمشجعين ريال مدريد، بس رب ضرة النافعة لمحمد صلاح. محمد صلاح بعد الموقف اللي حصل بتاع امبابي وازمة ريال مدريد وبي اس جي، انا شايفه ان هو يقدر يحط رجل على رجل كده، هو من الاول المفروض كان يعني هو حاطط كده كده هو على وضعه تماما، بس انا شايفه انه الوضع دلوقتي بقى في مصلحة محمد صلاح جدا. فكرة ان هو دلوقتي بعد اللي حصل مع امبابي، لا هو يتشرط ويقول كل اللي هو عايزه، وليفربول المفروض تلبي لصلاح. واعتقد هيحصل فعلا تخبطات في الحاجات دي بسبب فعلا امبابي، ده حقيقي.
مبابي ما بقاش بياخد يعني قليل خالص خالص. انا عايزه اقول لك ان الرقم اللي هياخده مبابي من بي اس جي ده بما يعادل مثلا ميزانيه ليفربول الاربع في الصفقات كلها. هو فعلا هو لا هو زي ما بيقولوا كده وقع واقف ما شاء الله جدا. هقول لك على حاجه يعني الاول كملي اللي انت عايز تقوليه بس انا هعلق لك كده على حاجه في موضوع هنتكلم احنا لسه مكملين هنتكلم فعلا في عندنا اوروبا كتير قوي في نهارك علني في خبر يخص الموضوع ده بس كان لازم بمناسبه التوقعات اقول ان انا توقعت صح يا جماعه عشان كان في ناس بقى متوقعه كتير ان هو يروح ريال مدريد ويختار الحلم والطموح والحاجات الحلوه دي كلها. هو اختار حلم وطموح هو اختار الفلوس زي ناس كتير ايوه بتختار الفلوس. نكمل بقى بقيه التوقعات وزي ما انتم شايفين التوقعات معانا ما بتخفش ابدا. نكمل كلامنا عن التوقعات واحد الحسم زي ما قلنا النهارده وطبعا انا عن نفسي شايفه ان بطل البريمير ليج هيكون المان سيتي مع ان انا اكيد بتمنى واكيد نفسي انه ليفربول هو اللي يكسب عشان محمد صلاح واتكلمنا قبل كده كلنا في الموضوع ده وقلنا انه منطقيا الامور مايله لكفه المان سيتي لكن كلنا كمصريين بنحلم ان او نتمنى ان ليفربول يكسب عشان حبنا ليفربول نابع طبعا من حبنا لمحمد صلاح لكن الحقيقه انه الوضع صعب جدا صعب جدا ان مانشستر سيتي يخسر مباراته مع استون فيلا في ملعبه خصوصا كمان بعد ما خسروا دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد في سيناريو عجيب غريب يعني كمان خساره الدوري وخسارتهم امام استون فيلا هتكون ضغط كبير جدا عليهم وده اكيد هيخليهم او خسارتهم هتكون ضغط كبير جدا وحافز كبير جدا ان هم يكسبوا امام استون فيلا. فانت شايفه ايه يا نيرفا؟ انا شايفه انه الكفه مايله ناحيه ناحيه المان يونايتد بس يعني بتمنى ان ليفربول يكسب. بصي يعني هقول لك على حاجه هو الدنيا صعبة شوية يعني التوقعات فعلا بتميل وحتى الجماهير فاكرة لما كان عندنا سؤال الحلقة بتاعتنا السيتي هتعمل ايه الجماهير كلها شايفة ان السيتي هو اللي هيكسب بس كلنا بنتمنى ان ليفربول زي ما انجي قالت طبعا لان محمد صلاح. انا برضو الصراحة شايفة ان السيتي اقرب بس يعني لو جيرد مدرب استون فيلا يعملها كده بقى ويعمل احلى واجب مع ليفربول يبقى الصراحه يعني ليله سعيد عبد النعيم هتتكرر من جديد. وقتها برضو كان مدرب امبي الراحل العظيم الخلوق طه بصري المره دي بقى جيرارد واحد من اساطير ليفربول ولو ده حصل او السيناريو ده حصل هتبقى اجمل هديه الصراحه من جيرارد لجماهير ليفربول يمكن كمان يعني من دوري ابطال اوروبا بتاع 2005 فطبعا مع فوز ليفربول باي نتيجه يعني تتويج الريدز بلقب ربما هيكون الاغلى في تاريخهم والاغلى كمان دي بتنبع من انه دلوقتي الكفه كلها رايحه للسيتي فانت لما فجاه بقى تروح انت مكتسح وجيرارد يعمل معانا الواجب يبقى كتر الف خير. هو عموما يعني اكيد اللي يهمني كمان ان صلاح ياخد الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي وده موضوع يعني مش مضمون برضو لان لو سون سجل هدف النهارده هيبقى 22 هدف وهيفنش الموسم متساوي مع صلاح بس يمكن صلاح ان شاء الله لو شارك برضو يجيب اهداف. فيعني عموما كمان زي ما انشيك بتتكلم صدمه امبابي بتاعت امبارح اللي قرر انه يجدد مع باريس سان جيرمان بدل ما يروح للريال قرر ان هو يامن مستقبله زي ما انجي برضو قالت بالفلوس بدل مستقبله مستقبل اجيال قادمه منه لا هو خسف مستقبل اجيال اجيال قادمه يعني احفاده يعني هو امن مستقبل السلاله كلها هيولع بعد الحلقه دي بس فهو قرر ان هو يامن مستقبله بالفلوس بدل البطولات ومحدش بقى يقول لي الدوري الفرنسي عشان يا جماعه هم بيكسبوا اصلا هم في اوضه اللبس يعني هم مش بيبقوا محتاجين ينزلوا الملعب. البطولات بالنسبه لفريق زي ده يا جماعه يعني دوري ابطال اوروبا فالواضح كده ان احنا عندنا شويه حاجات يا جماعه الاسبوع ده والنهارده بالتحديد حاجات حلوه قوي حاجات هتحدد يعني مصير حاجات جامده قوي ومهمه جدا جدا يعني بصي عايزه يعني اتكلمنا في حوار امبابي واتكلمنا في حوار ماتشات النهارده بس نرجع ناكد تاني ان احنا بنتمنى ان ليفربول يكسب نتمنى كمان ان صلاح يلعب النهارده نفسنا ويسجل. نشوف صلاح النهارده بيلعب ويسجل طبعا امام وولفرهامبتون لانه سون في كل الاحوال اكيد هيسجل النهارده يعني ممكن يسجل هدف اتنين على الاكثر بس اكيد اللي هيعمله محدش هيسجل اي حاجه بس اكيد سون هيسجل النهارده امام نورويتش سيتي فاحنا بنتمنى كمان ان صلاح يلعب ويسجل عشان يكون هداف الدوري الانجليزي. طيب كمان عايزه اقول لكم على حاجه في كلامنا عن البريمير ليج الغريب جدا ان امبارح كيفن دي بروين كسب جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي من رابطه المحترفين طبعا
بغض النظر عن ان كيفن دي بروين لاعب كبير، لعيب كبير جدا ويستحق اكيد عن جداره، بس احنا بنحب دايما نتكلم بالارقام، ولما بيجي الارقام عند صلاح احنا يعني بنركز قوي في الحاجات دي. صلاح ودي بروين على مدار الموسم لو ركزنا على ارقامهم هنلاقي ان صلاح متفوق في كل حاجه. يعني انا بالنسبه لي انا مش قادر افهم هو الاختيار تم بناء على ايه؟ هل تاثير دي بروين مع فريقه شايفين ان هو اقوى مثلا من محمد صلاح؟ يعني انا شايفه انه في حوالي 5 أو 6 لعيبه في السيتي ليهم نفس الحقيقه تاثير بعكس صلاح اللي بيعتبر يعني كلاعب في ليفربول انا شايفه ان هو اهم لاعب في ليفربول واكثر لاعب تاثيرا في ليفربول. بصي انت لفتت نظري لحاجه حلوه قوي وهي الارقام، احنا بقالنا فتره كده يا جماعه مركزين مع صلاح لانه هو داخل على مع الحقيقه، فخليني اقول لك كده ايه نظره سريعه على صلاح. صلاح يا جماعه لعب 34 ماتش، سجل 22 هدف، عمل 13 اسيست وصنع 18 فرصه تهديف. نروح لكيفن دي بروين، هو لعب 29 ماتش، سجل 15 هدف اقل من صلاح، عمل 7 اسيست برضو اقل من صلاح وصنع 15 فرصه تهديف. يعني الحقيقه كل ارقام صلاح اعلى من دي بروين، لكن معلش مع ذلك ان شاء الله فرصه صلاح افضل بكتير في اللي جاي. عايزه اقول كمان ان انا متوقعه النهارده كده في ليله حسم الدوري الايطالي، احنا بنقول النهارده لحد يعني ذا بيج ساندي، يعني يكون الميلان هو بطل الدوري بعد غياب 11 سنه من ايام ما كان زلاتان ابراهيموفيتش هداف الفريق. دي حاجه هتبقى الحقيقه كده ايه نوستالجيا قوي يعني. طيب زي ما قلنا احنا يعني اتكلمنا في اوروبا واتكلمنا على حاجات كتير قوي كمان، نهارك عالمي عندنا بقى تفاصيل التفاصيل في الاخبار اللي احنا دردشنا فيها سريعا دي. عايزه بقى اروح قبل ما اروح لاقرا الخبر لرساله كده مقتضبه زي ما بيقولوا في اقل من 30 ثانيه يمكن. اللعب للزمالك او اللعب في الزمالك هو واحد من اجمل اماني اي لاعب في مصر وافريقيا، واللي هتشوفه اداره النادي واللي هتشوفه الجهاز الفني او اللي هيشوفه الجهاز الفني مناسب انه يكون موجود مع الفريق هو اللي هيبقى موجود يا جماعه. اكيد احنا في عالم احتراف، دي حاجة محدش يختلف عليها، ومن حق كل فرد في المنظومة انه يشوف مصلحته. وافتكر كمان ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مرة لان احنا ما شاء الله بيعدي علينا الموقف ده كتير قوي، بس طالما بقى احنا دخلنا في الرمق الاخير كده من الموسم لازم نفكر بعض كده ايه تاني بالامر ده. انا عايزة اقول يا جماعة حاجة مهمة قوي، انك طول ما انت شايل مسؤولية تيشيرت الزمالك عليك لحد اخر لحظة، انت احنا من حقنا عليك تورينا اخر مجهود عندك، سواء بقى انت عايز تمشي، عايز تقعد ما تلعبش، عايز تعتزل حتى، دي حاجه انا ماليش فيها، انت لابس التيشيرت بتاعي، لابس تيشيرت الزمالك، فانت لازم تكون قده، يا اما تقعد ما خلاص ما تلعبش. فانا عايز الفت النظر بقى، وده يا جماعه للعلم بالشيء مش اكتر. يعني افتكر كده من التاريخ ومن الذكريات، انا مش دعوه على فكره مستقبل اللاعب رايح فين ولا هيعمل ايه ولا اي حاجه، انا بتكلم عن ناديه، انا مش من الشخص ان انا اطلع اقطع في حد تاني عشان خاطر اقول ان انا ازاي جامده جدا، لا، بس خلينا نتكلم في التاريخ ان فيش لاعب من الزمالك بالذات لما بيعمل الحركه دي، يعني اللي هو حركه اللي هو انا يعني في رعونه كده في اللعب شويه لحد ما اشوف مستقبلي. محدش عمل الحركه دي وراح لنادي اي نادي منافس وحقق نجاح على مدار التاريخ. تحس ان ربنا كان ما بيباركش بعد الحركه دي، امشي طبيعي، العب لحد الاخر وامشي، محدش هيقول لك حاجه. فمش يعني كلامي ده على فكره مش نابع مني انا، مش بفكر عشان خاطر اقول لكم ان ده بيحصل، لا ده التاريخ بيقول والله كده، والماضي والحاضر هو اللي بيقول كده. نماذج كتير قوي الحقيقه، انا مش عايزه طبعا اذكر اسامي لانه خلاص يعني الاسامي دي عفى عنها الزمن، بس العامل المشترك ما بينهم كلهم انه ما فيش حد فيهم أصبح ليه مكان في منتخب مصر أو منتخب بلاده بعد ما ساب الزمالك بالطريقة دي. وللمرة المليون يا جماعة اللي هيشترينا هنشتريه يعني هنشيله فوق راسنا، واللي هيقدرنا هنقدره. فللمرة المليون الزمالك هو اللي بيصنع اللعيبة، هو اللي بيصنع النجوم، والمكانة اللي بالتأكيد صعب تضمن تعويضها في أي مكان تاني. وخليني يا جماعة أحط تحت الحركة دي مليون خط، إن أنت لما تحس ان انت مش عايز تكمل بس مستني عقدك يخلص عشان تروح مكان تاني، دي حركه مش حلوه ومش لطيفه ومش نابعه من لعيب كوره مهني. لا احنا كده بنتكلم في حته تانيه خالص. فكل التوفيق لاي حد هيمشي، كل التوفيق في المستقبل، بس انا بقول لكم ان مفيش حد من جواه بيعمل حركات زي دي ومستقبله بيبقى فيه نور يعني او بريق من الامل حتى. بصي يعني انا دايما بحب اردد الكلمه دي والله مش عن حاجه، بس انا شايفاها فعلا كلمه منطقيه جدا.
اللي عايز يمشي يمشي، اللي عايز يقعد يقعد، اللي عايز يكمل، اللي بيحبنا هيكمل معانا، واللي عايزنا هيكمل معانا وهيقدر انه يدينا. اللي مش عايز مش هيقدر يضيف لك حاجه، وزي ما انت قلتي هيبقى بيلعب برعونه وبيتخاذل وما بيقدمش اقصى جهد عنده، ووقتها احنا هنكون مش محتاجينه. وزي ما الزمالك بيصنع النجوم وبيجيب النجوم من بره هم قاعدين على الدكه وما بيلعبوش، ويجيبهم ويعملهم نجوم هنا ويصنعهم ويخليهم ليهم اسم وبقيه الانديه عايزاهم، هيعرف يجيب غيرهم تاني. اللي جبناه اللي جبنا يعني النجم اللي جبناه وعملناه هنعرف نجيب نجم تاني وهنصنع نجم تاني. ويعني عايزه اقول لكم ان ده احنا متعودين عليه، احنا متعودين، وده بيحصل في كل الانديه عادي جدا الفكره دي بتحصل، و الدنيا بتقفش على حد زي ما اتكلمنا قبل كده في الموضوع. عايز ازود على حاجه بس على كلام نيرفانا سريعا، ان في لعيبه انت اتكلمتي في نقطه مهمه، ان في لعيبه كتير جدا من النادي المنافس لعبوا للزمالك وحققوا نجاح كبير جدا، زي كابتن، نتكلم عن كابتن جمال عبد الحميد، نتكلم عن كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن، كابتن حسين ياسر المحمدي. التاريخ مش بيكذب ولا بيتجمل، دي حقيقه يا جماعه زي ما نيرفانا قالت. وعلى العموم دعونا يعني كده زي ما بيتقال لا نستبق الاحداث، وفي النهايه زي ما قلنا هنكرر تاني كلامنا، الزمالك ما بيقفش على اي حد والزمالك دايما بيصنع النجوم. فخلونا نركز في الفتره اللي جايه، وعايزه اقول لجمهور الزمالك عايزاكم تطمنوا ما تقلقوش، يعني اداره النادي ان شاء الله برئاسه سياده المستشار اكيد قادره على ان هي تعدي بينا بالازمه ديت وباي ازمات اخرى ان شاء الله، ان شاء الله جاي هيكون افضل بكتير. وخلونا نكون كلنا على قلب رجل واحد ودايما في ظهر نادي الزمالك، تماسك الصفاف في الوقت ده بيكون الحقيقه دايما مهم جدا يا نيرفانا. دي حقيقه، اهم حاجه دلوقتي فعلا ان احنا نكون كلنا مع بعض. طيب دلوقتي خلونا نروح سريعا كده نستعرض معاكم كل الاخبار الجديده على الساحه الرياضيه، ونروح لفقره الخبر. فاقرا الخبر، البدايه كالعاده هتكون مع نهارك زملكاوي، والبدايه من عند البرتغالي مستر فيريرا المدير الفني للفريق اللي منح اللاعبين تعليمات فنيه ورسائل تحفيزيه استعدادا لمواجهه اسوان المقبله في نصف نهائي كاس مصر للموسم الماضي. كمان عقد مستر فيريرا جلسه لمده دقائق مع اللاعبين منحهم خلالها تعليمات فنيه وخططيه خاصه هيتم تنفيذها خلال التدريبات. كمان وجه مستر فيريرا عده رسائل اهمها ضرورة التركيز الشديد من أجل تخطي اللقاء المقبل في نصف نهائي مسابقة كأس مصر للموسم الماضي للوصول للمحطة الأخيرة لتحقيق البطولة. كمان أكد المدرب البرتغالي على ثقته الكاملة في اللاعبين للعودة مرة أخرى للطريق الصحيح وتحقيق الانتصارات. كمان شهدت تدريبات الفريق امبارح على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله مقر القلعه البيضاء مشاركه امام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي، وده ضمن الاستعدادات لمواجهه اسوان في نصف نهائي كاس مصر للموسم اللي فات. كمان ده حصل بعد خضوع عاشور لبرنامج بدني وتجهيزي خاص خلال تمرين يوم الجمعه وعدم المشاركه في التدريبات الجماعيه وفقا لقرار البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني. خاض لاعبو الفريق فقره بدنيه خاصه على هامش المران امبارح استعدادا لمواجهه اسوان المقبل، وركز الجهاز الفني للزمالك خلال الفقره البدنيه على تحسين الحاله البدنيه للاعبين والوصول بهم للمعدل المطلوب استعدادا للمواجهه المقبله. كما تم خلال هذه الفقره الخاصه خوض بعض تمارين اللياقه البدنيه اللي بتزيد من القوه والمرونه لدى اللاعبين. كمان قام سوزا مخطط الاحمال بالفريق وكابتن احمد عبد المقصود المدرب المساعد بالاشراف على هذه الفقره، والتي طبعا ادى خلالها اللاعبون جزء من التدريبات باستخدام بعض ادوات التاهيل الخاصه، كذلك جزء اخر بالكره. كمان جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق
قام بتخصيص فقره فنيه وخططيه للعبه الدفاع، وده على هامش التمرين امبارح استعدادا لمواجهه اسوان. ركز كمان فريرا خلال الفقره دي واللي اشرف عليها بنفسه بجانب كابتن اسامه نبيه المدرب العام وروي جوزيه اجوش المدرب المساعد على امور خططيه خاصه بالتحركات والتمركزات جوه المنطقه الخاصه بالمدافعين، كمان بجانب امور ثانيه خاصه بنقل الكره للوسط والهجوم. استعان فريرا في الفقره دي بحارس مرمى حيث تم تطبيق الجانب الخططي اللي قام الا مدافعون بالتدريب عليه من خلال تمرير الكره فيها ما بينهم وتنفيذ الامور الخططيه المطلوبه. كمان البرتغالي جوسوالدو فريرا قام بنقل التعليمات الفنيه بشكل متواصل للعيبه وتصحيح شويه امور فنيه وخططيه خلال الفقره دي. نروح لخبر خاص بحراس مرمى الفريق اللي ادوا فقره فنيه خاصه للتعامل مع العرضيات خلال التدريبات الجماعيه امبارح. ركز كابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمى بالفريق على الشق الفني مع الحراس بشكل كبير خلال مران امبارح من اجل الوصول بهم لافضل شكل ممكن بخصوص هذا الشان. كمان شارك الثلاثي محمد ابو جبل، محمد عواد ومحمد نديم في التدريبات الفنيه لحراس المرمى تحت اشراف كابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمى. وصل حمزه المثلوثي لاعب الفريق البرنامج التاهيلي والعلاجي الموضوع ليه خلال تمرين امبارح. بيعاني المثلوثي من اصابه عباره عن التواء في الكاحل اتعرض ليها خلال مباراه طلائع الجيش الاخيره في الدوري، واللاعب بيؤدي تدريبات التاهيليه والعلاجيه تحت اشراف الجهاز الطبي، وتاكد بشكل رسمي غياب المثلوثي عن ماتش الكره قدام اسوان لعدم الجاهزيه الطبيه. كمان خاض لاعبو الفريق بقياده البرتغالي جوسفالدو فيريرا تقسيمه فنيه قويه على هامش ميران امبارح استعدادا لمواجهه اسوان بكره في نصف نهائي كاس مصر للموسم الماضي. شهدت التقسيمه وقوف البرتغالي فيريرا المدير الفني على كل التفاصيل الفنيه والخططيه اللي تم التدريب عليها من خلال تطبيقها. كمان قام مستر فيريرا باعطاء تعليمات فنيه قويه للجميع خطوط الفريق على هامش التقسيمه سواء الدفاع او الهجوم أو خط الوسط. كمان لعبة الفريق عملت فقرة خاصة بتسديد ركلات الترجيح من منطقة الجزاء، وده بنهاية التمرين امبارح استعدادا لمواجهة أسوان. شهدت الفقرة دي مشاركة جميع اللعيبة، وده تحت إشراف البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون. الفقرة دي اتعملت عشان لو وصلنا بكرة في المباراة لضربات الجزاء في حالة انتهاء اللقاء بالتعادل نكون جاهزين. خلونا نروح دلوقتي لكلامنا عن شيكابالا عن طارق حامد اللي طبعا وصلوا البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع ليهم خلال الفترة الحالية، ده اللي كان لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة. طبعا زي ما احنا عارفين بيعاني شيكابالا من إصابة في العضلة الخلفية وبيخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بينما طارق حامد لاعب الوسط بيؤدي برنامج تأهيلي وتجهيزي خاص قام بالجهاز الفني طبعا بقيادة مستر فيريرا قام بوضعه لطارق حامد بالتنسيق مع الجهاز الطبي لتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة. كمان تأكد غياب الثنائي شيكابالا وطارق حامد عن مواجهة بكرة أمام أسوان لعدم جاهزيتهم الطبية. نختتم أخبارنا وبيختتم الفريق بقيادة البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني تدريبات عصر النهاردة يوم الحد على ملعب عبداللطيف برجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان اللي جاية في الدور نصف النهائي لبطولة كاس مصر للموسم اللي فات. من المقرر أن يعلن البرتغالي فيريرا عن قائمة اللعيبة المختارة للقاء أسوان بعد انتهاء التمرين، بعد كده هيدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة أسوان بكرة بإذن الله. والجدير بالذكر أن بكرة الماتش في ملعب المقاولين العرب. دلوقتي هنروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على خريطة مباريات النهاردة قبل ما نطلع فاصل قصير ونرجع منه نستكمل معاكم فقرات نهارنا ونهاركم الأبيض.
الزملكاوي يوميا الساعة 11 مساء على قناة الزمالك. برنامج يرصد ذخيرة مدرسة الفن والهندسة من مواهب اليوم ونجوم الغد، ويغطي ويتابع نشاط ومباريات فرق الأمل في جميع الملاعب مع الكابتن طارق يحيى في ملعب الناشئين الثلاثاء الساعة 9 مساء على قناة الزمالك. اهلا بكم من جديد وفقره نبض متعوبه. خلونا نروح دلوقتي للايف من جوه نادي الزمالك وناخد زميلنا المتالق دائما وابدا مينا ماهر عشان يقول لنا اخر الاخبار جوه متعوبه. نهارك ابيض يا مينا. نهارك ابيض يا مينا. يا مساء الفل، نهاركم ابيض ان شاء الله. نهارك ابيض يا نيفانا، نهارك ابيض يا انجي. طبعا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الزمالك في كل مكان، من هنا من الصاله المغطاه بنادي الزمالك. يمكن الكلمه الاولى والاخيره وهي مباراه فريقنا النهارده امام الفريق سلاك الغيني في يعني افتتاح مشواره كده للدفاع عن لقب البي اي ال، البطوله الافريقيه للباسكتبول. معايا بيشرفني كابتن توني ميشيل مدرب فريق المرتبط. في البدايه طبعا برحب بيك عشان كره نادي الزمالك، يوم مميز افتتاح المشوار لينا لنادي الزمالك وافتتاح البطوله. طبعا عايز اسالك كده، شايف البطوله ازاي وشايف اللقب ان شاء الله يرجع مره ثانيه لميت عقبه، ولا هيكون صعب، ولا زي البطولات اللي فاتت متعودين نادي الزمالك بيقدم اداء قوي؟ يعني هو ان شاء الله طبعا صباح الخير الاول. اوكي ان شاء الله. احنا كان عندنا الدور التمهيدي هنا في مصر، الحمد لله طلعنا فيه الاول، وهنقابل سلاك الغيني الرابع بتاع المجموعه بتاعه الصحراء، وان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ونوصل للسيمي فاينل، ومن السيمي فاينل نوصل فاينل، وان شاء الله كده نمشي كل ماتش ببطوله ان شاء الله يا رب. يمكن كنت بتكلم معاك قبل الهوا كنا بنقول انه المباراتين بتوع امبارح اللي تاهل منهم للمربع الذهبي او السيمي فاينل، الفرقتين كانوا موجودين في مجموعه الزمالك هنا في القاهره. شايف ده ازاي؟ هل ده بيدي دفعه للاعبين ان هم يعني خلاص نلعب ماتش بماتش بس مشوار عندنا، يعني يمكن يكون الفرق اللي هنلعبها ممكن نكون لعبناها قبل كده، يمكن تكون دي حاجه اللاعبين بيتفائلوا بيها؟ وطبعا زي ما حضرتك قلت كده ان الفرقتين اللي كسبوا امبارح معانا هنا في المجموعه، كانوا معانا في المجموعه، بس اللي هنقابله ان شاء الله يعني لو كسبنا ماتش النهارده اوكي، المونستيري التونسي. المونستيري التونسي من اقوى الفرق المرشحه للبطوله، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب النهارده الاول، ونشوف بس بعد كده، نشوف بس المونستيري مع كاب تاون الجنوب افريقيا هيعملوا ايه، ويا رب كاب تاون يكسب يعني. طب يمكن لما كنا بنتابع المباريات اللي فاتت كنا شايفين في مفاجآت بتحصل في المباريات، يمكن يكون فريق المركز الرابع بيقدر يفوز على فريق في المركز الاول، ويمكن ده اللي حصل، فريق المركز الثالث كسب فريق المركز الثاني. شايف النهارده فريق يعني ان شاء الله ما يحصلش، بس شايف ان احنا لازم نكون واخدين بالنا كويس جدا من اول كوارتر لحد اخر كوارتر تجنبا لاي مفاجآت في المباراه. وانت حصل امبارح ان فاب الكاميروني كسب فريق الرواندي اللي هو صاحب الارض، ودي كانت مفاجاه كبيره، ودي فرصه كويسه يعني لبقيه الفرق ان صاحب الارض ما يكونش متواجد، يكون معاه العامل الجماهيري والتحكيمي وكل طبعا كل الامور اللي احنا عارفينها، ودي طبعا مفاجاه، وده يقول لك ان انت ما تستهترش باي جيم، حتى الجيم بتاع النهارده ما تستهترش بيه، وكل ماتش زي ما قلنا كده تلعب عليه على بطوله. يعني النهارده ماتش يعتبر بطوله، كسبت كده خدت بطوله، كسبت الماتش السيمي فاينال اخدت بطوله ثانيه، كسبت الفاينال خدت البطوله كلها يعني عامه يعني. طب يمكن عايز اسالك، كوتش ويل يمكن ادى اداء كبير جدا البطوله اللي كانت في مصر اللي هي الدوره المجمعه، وقدرنا ان احنا نطلع مركز اول، بس اكيد كان بيبقى في بعض الثغرات في الفرقه دي، دايما بيتكلم معاها مع اللاعبين. شايف ان هو بيتكلم مع اللاعبين ازاي نفسيا ان هم ابطال افريقيا وحاملين اللقب، عايزين اللقب يرجع مره ثانيه 100 عقبه، وفي نفس الوقت يتكلم على النيجاتيف بوينتس او النقط السلبيه في المباريات اللي فاتت يمكن نشتغل عليها عشان نتجنب المفاجات زي ما كنا بنقول؟ هي كانت المشكله اللي بتقابله، بس المشكله الكيمستري ما بين المحترفين وما بين اللعيبه المصريين،
لان اللعيبه المحترفين الثلاثه اللي جم غير ادجار سوسا اوريدي ما كانوش بيلعبوا طول السيزون مع الفرقه، جم على بطوله البطوله بتاعه الدور التمهيدي في الاول، وان شاء الله الكلام ده يتحل بعد البطوله بعد بطوله الدوري، لان اللعيبه دي اتمرنت مع الفرقه كتير، فيا رب يكون حل الموضوع ده نفسيا وفنيا. تاني حاجه هي بس ممكن تقابله مشكله مع مهاب ياسر، لان مهاب ياسر لسه جاي من قريب، ويا رب بس يكون عارف يدخل مهاب ياسر في الكيمستري. اما بقى مهاب ياسر ذات نفسه هو هيعرف يدخل نفسه، لان يعني الولد لعب سنه في الجامعات الامريكيه وكان عامل سيزون كويس قوي السنه اللي فاتت، فطبعا اكتسب خبرات واكتسب ثقه، وان شاء الله يفيد نادي الزمالك ويرجع لنا بكاس البطوله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن توني، بشكرك نورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا. طبعا ده كان لقائي مع كابتن توني ميشيل مدرب فريق المرتبط 16 سنه، يعني اتكلمنا عن مباراه النهارده تكون مباراه مهمه جدا جدا وقويه امام فريق عنيد، فريق سلاك الغيني. ان شاء الله نادي الزمالك يقدر يفوز بالمباراه بفرق سكور ونرتاح وندخل على المباراه اللي بعدها ان شاء الله، يعني في مشوار الحفاظ على لقب الافريقي للمره الثانيه ان شاء الله. لو في اي اسئله اوصف صراط انا معاكم، عاوز اليكم مره اخرى في الاستوديو. اشكرك. شكرا طبعا يا مينا، مع اني كان نفسي يكون موجود الحقيقه هناك في رواندا، لان مينا دايما لو بيحضر اي ماتشات بصراحه بنكسب، وشه حلو جدا جدا علينا، فبنشكرك يا مينا وان شاء الله كل التوفيق النهارده قدام الفريق الغيني سلاك. بنشكرك يا مينا، بنشكر كمان كابتن طاني ميشيل وكل التوفيق زي ما نيرفانا قالت امام سلاك الغيني. طيب خلونا دلوقتي نروح لاخبار نبض ميت عقبه واللي خاض فيها الفريق الاول والخاض فيها الحقيقه الفريق الاول لكره السله بنادي الزمالك تدريبه الاخير امبارح في رواندا استعدادا لمواجهه فريق سلاك الغيني النهارده في ربع نهائي بطوله افريقيا اللي هتقام حاليا بدوله رواندا. اشتمل التدريب على فتره الاحماء وكذلك التصويبات، كمان قسم الجهاز الفني اللاعبين الى فريقين لمراجعه الخطط الهجوميه والدفاعيه، كمان تاكد غياب المحترف النيجيري ايك دييجو عن مباراه النهارده مع فريق سلاك الغيني بعد تعرضه لكدمه في الركبه منذ ايام، وبيبذل طبعا الدكتور اسلام جمعه طبيب الفريق مجهودا شاقا مع اللاعب بعمل جلسات علاجية واستشفائية مكثفة للحاق بمباراة الدور قبل النهائي حال تخطي الفريق طبعا لسلاك بطل غينيا. كمان سبق التدريب امبارح اجتماع بين الجهاز الفني وبين اللاعبين عشان يكون في حديث عن الفريق الغيني ونقاط القوة والضعف طبعا الخاصة بفريق سلاك الغيني. نتمنى التوفيق للاعبتنا طبعا أمام مباراتهم أمام سلاك الغيني. أكدت رانيا البنا سفيرة مصر في رواندا حضور مباراة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك ضد سلاك الغيني المقرر إقامتها النهاردة في الدور الثمانية من بطولة أفريقيا المقامة حاليا. من جانبه أكد أحمد عادل عبد الفتاح رئيس بعثة الزمالك على تواصل السفيرة الدائم وأنها هتجتمع مع أفراد البعثة بكرة يوم الاثنين. كمان أضاف أحمد عادل أن معالي السفيرة قامت بدعوة بعثة الفريق على العشاء بعد انتهاء البطولة، حيث غير مسموح بخروج أحد من أي البعثات المشاركة أثناء البطولة. دي كانت أخبارنا في نبض 100 عقبة. دلوقتي خلونا ناخدكم ونطير بيكم على مدرجكم الافتراضي ونروح لفقرة الشارع الأبيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. موسم انتقالات منتظر داخل عليه الزمالك الصيف اللي جاي، صفقات منتظره قويه للقلعه البيضاء طبعا لتعويض رحيل اي لاعب، والحقيقه انه في مراكز بعينها يعني مراكز محدده كده هي الاشد الحقيقه في الاحتياج للتدعيم، عندنا مراكز هي دي اللي عندنا مشكله فيها ومحتاجين تدعيمات. وعشان كده انجي حبينا نلعب لعبه نوستالجيا كده مع الشارع الابيض، سالناه يا ترى لو هتختار لاعب معتزل من نجوم الزمالك السابقين في تعاقدات الموسم الجديد هتختار مين وهتدعم بمركز ايه؟ تعالوا نشوف كده شارعنا الابيض يعني ذاكرته محتاجه لمين كده دلوقتي ونرجع لكم مره ثانيه.
حازم امام ويكون مثلا 14. انا شايف ان هيكون حازم امام هيكون هيفرق مليون في المية الفترة اللي جاية. هو طبعا الزمالك دلوقتي مفتقد راس الحربة، يعني المشكلة في المهاجمين ومشكلة في المدافعين. والله انا حازم امام يتعاقد معاه لو كان موجود، وفي احمد رمزي يتعاقد معاه. يعني زمان كان زمان في نجوم، حتى لما بنشوف ماتشات زمان بنلاقي اللعيب تحس انه بيجري لوحده، بيجري بطريقه غير دلوقتي خالص. والله انا شايف حسن شحاته يعني مفيش كلام. حازم امام والله هو لعيب مهاري وكويس يعني وشغال. عبد الحليم علي وجمال حمزه الاثنين بحبهم قوي. المهاجمين الاثنين يفرقوا. جمال حمزه لعيب. طبعا تحية كبيرة جدا لكل النجوم اللي ذكروا في التقرير، كابتن حازم امام طبعا الثعلب الكبير، كابتن جمال حمزة، كابتن عبد الحليم علي، وكابتن حسن شحاتة. الحقيقة كلهم نجوم كبار جدا جدا. وفي جملة يعني حد من الجماهير قالها ان فعلا كانوا بيجروا لوحدهم، يعني هم كانوا بيتحطوا بس في الملعب وبيعملوا اللي عليهم وزيادة. يمكن ده اللي احنا فعلا ناقصين النهاردة ان احنا نعمله في الفترة اللي احنا فيها. دلوقتي تعالوا بقى نروح لموضوع حلقتنا النهاردة في نهارك أبيض، واللي كان بيتكلم عن قبل لقاء أسوان ازاي نعالج الأخطاء الدفاعية للزمالك والخروج بشباك نظيفة في مواجهة الكاس. تعالوا كده نشوف جمهورنا قال ايه على السوشيال ميديا، والبداية من عند مين يا إنجي؟ البداية من عند عبد الحفيظ السبعاوي، بيقول صباح الخير عليك يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا إنجي، نهاركم أبيض بخطين حمر. علاج الأخطاء الدفاعية أهم شيء، إننا نلعب بروح عالية والتركيز لآخر ثانية في المباراة، وحارس المرمى يركز أكتر عشان هو أكتر لاعب شايف الملعب، ولازم خط الوسط يساعد المدافعين في الهجمات المرتدة. أتمنى فوز الزمالك إن شاء الله، زملكاوي لآخر العمر. شكرا يا عبد الحفيظ. محمد انور، صباح الخير عليك يا انجي، صباح الورد عليك يا نيرفانا. بلا شك ان لعيبه الزمالك كلهم دوليين، ولكن في الفتره الاخيره غاب عنهم التركيز والروح، فانصحهم بضروره التركيز الشديد والتمركز الصحيح وعدم ترك مساحات والتغطيه السليمه من ظهير الاجانب، واهم شيء هو الاداء برجوله وروح عاليه. نهاركم ابيض بخطين حمر، زملكاوي لاخر العمر. ندى السيد بتقول صباح الخير يا انجي، صباح الخير يا نيرفانا، من وجهة نظري لحل الأخطاء الدفاعية يجب أن يكون في سرعة في أداء المدافعين للتحول من التقدم إلى الدفاع، لأن في آخر مباراتين كان الدفاع متقدم أكتر من اللازم، لذلك كانت الهجمات المرتدة خطيرة جدا على الزمالك. شكرا يا ندى. أمير بيقول صباح الخير والسعادة عليكي يا جوجو، صباح الفل وياسمين عليكي يا نيفو، نهاركم أبيض بخطين حمر. أنا شايف من وجهة نظري علاج الأخطاء الدفاعية إن اللعيبة تبقى مقربة لبعضها وما يسيبوش مساحات كبيرة ما بين بعض، وأهم حاجة التركيز والروح على تي شيرت نادي الزمالك، وبالتوفيق لنادينا الحبيب وإن شاء الله كأس مصر في 100 عقبة. شكرا يا أمير. ميار محمود بتقول صباح الخير عليك يا انجي، صباح الورد عليك يا نيرفانا، دايما منورين شاشة قناة الزمالك، ويا رب من نجاح لنجاح. لازم واهم حاجة انهم ما يستهونوش بالفرقة ويقاتلوا في المباراة، اذا كان الجانب الدفاعي او الجانب الهجومي وحارس المرمى، انا بقول يبدأ بابو جبل، ويا ريت يركز في المباراة على كل كورة، لان لا بديل عن الفوز، وبالتوفيق لنادينا الحبيب نادي الزمالك. دي كانت آراء جمهورنا. خليني أقول لكم في النهاية إن النهاردة احنا اتكلمنا كتير كمان عن فريق الأول لكرة السلة، النهاردة هيكون إن شاء الله الساعة 6 هنتفرج عليه. كمان استنونا، هيبقى فيه استوديو تحليلي الساعة 5:30، طبعا نيرة الأحمر زميلتنا العزيزة هي اللي هتكون فيه. فبنتمنى طبعا التوفيق لفريقنا في كرة السلة قدام سلاك الغيني، بالتوفيق، واستنونا النهاردة إن شاء الله الساعة 5:30 في استوديو تحليلي مع زميلتنا العزيزة نيرة الأحمر، والمباراة الساعة 6 مذاعة على شاشة قناة الزمالك. دلوقتي خلونا نطلع فاصل قصير، وهترجع لكم بعديه إنجي في فقرة سهم وخوص اللي منورنا فيها النهاردة نجم نادي الزمالك السابق كابتن محمد مصطفى ممس. سهم وخوص مع إنجي بعد الفاصل، استنونا. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد، ووصلنا لفقره سهم وقوس. طبعا بعد تعثرات اخيره مفاجاه طبعا او مفاجاه بيتعرض ليها الزمالك مع انطلاقه الدور الثاني من الدوري، بيقفل الفارس الابيض صفحه الدوري ولو بشكل مؤقت، وبنفتح ملف قديم جديد طبعا وهو ملف كاس مصر عن الموسم الماضي بدخوله لقاء اسوان بكره، وكلنا امل في تحقيق فوز مهم رقميا وكمان معنويا عشان نتجاوز بيه بسرعه الكبوه المؤقته اللي بيتعرض ليها النادي مؤخرا. للمزيد بيسعدنا دلوقتي انضم لنا في استوديو نهارك ابيض ضيفنا العزيز اللي دايما بيكون منورنا، نجم نادي الزمالك واحد مدربي الكفء طبعا في قطاع الناشئين، كابتن محمد مصطفى ميميس. كابتن منورنا. اهلا بحضرتك. شكر جدا على المقدمه الكبيره دي، وانا سعيد جدا اكون معاكي طبعا كالعاده. يعني احنا بنسعد بوجود حضرتك معانا. الله يخليك. الله يخليك. طب كابتن، عايزين نبدا كده يعني بالفتره اللي فاتت كده، تعالى نقيم مع بعض الفتره اللي فاتت كلها. مؤخرا في الدوري احنا لعبنا 19 مباراه، فوزنا في 13 مباراه، خسرنا مباراتين وتعادلنا تعادلنا مباراتين وخسرنا اربع مباريات. بشكل عام كده عايزه تقييم حضرتك للفتره الاخيره ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تقييم الفرقه الكبيره في الدوري بيبقى محتاج النفس الطويل، وارد ان يحصل تعثرات وكل حاجه، المهم ان انت الفرقه الكبيره لما زي الزمالك والفرقه الكبيره انها تقوم بدري من التعثر اللي هو فيه. طبعا مع تغيير المدرب وفكر المدرب وشغل المدربين، اكيد تغيير المدربين ده بياخد وقت عقبال ما اللعيب يفهم الدماغ المدرب الجديد ده شغال ازاي، طريقه اللعب ايه، الحاجات دي كلها بتاخد وقت. فوارد ان هو يعني يحصل ياخد وقت عشان الانسجام بين اللعيبه وبين المدرب. طبعا نادي الزمالك نادي كبير ونادي بطولات، انا بقول لجمهور نادي الزمالك احنا لسه في البطوله، ما بحبش نظام ان حته التشاؤم والدوري راح والدوري مش الدوري لسه بدري عليه قوي، واحنا تعرضنا للموقف ده قبل كده، واللعيبه دي رجاله وقادرين ان هم يحصدوا بطوله الدوري، ومعانا اداره قويه جدا ومعانا لعيبه محترمه جدا. فالتعثرات دي بتيجي نتيجه لسه يعني فكر المدرب ما ركبش مع اللعيبه. طبعا عندنا بعض المشاكل في بعض المراكز دي بتقعد برضو بتاثر على يعني فكر المدرب ان هو بيبقى عايز ما فيش بديل القوي في بعض المراكز دي بتعمل مشاكل للجهاز. انما الجهاز انا شايف ان الجهاز ماشي بخطوات ثابته، عنده بعض الاخطاء الفنيه لازم هو اكيد ده مدرب كبير، المدرب ده فوق التصنيف لان هو راجل كبير عنده خبره كبيره، هيعرف ازاي يعالج الاخطاء والاخطاء اللي موجوده سهل العلاج. شايف تقييمك لاداء مستر فريرا مع الفريق لحد دلوقتي ايه؟ هو ما تقدرش تحكم عليه ان هو يعني ولا هو وحش ولا هو حلو، هو لسه في يعني شايف انه خلاص كده ملامح مستر فريرا مع الفريق خلاص كده ظهرت، ولا لا لسه هو هيبقى افضل من كده الفتره اللي جايه. لكن هو انا حاسس ان هو لسه ما حطش ايده على مفاصل الفرقه، لان الغيابات الكتير بتاثر على اي جهاز، فلما الغيابات دي تبقى موجوده واللعيبه كلها تبقى مكتمله اعتقد ان الاداء هيبقى افضل من كده. وبعدين اهم حاجه يكون في دقه قويه، الدقه دي هي اللي بتعمل الفرق. الدقه القويه هي اللي بتعمل الفرق وهي دي اللي بتجيب البطولات. طب احنا عندنا مشكله دلوقتي في الدقه، عندك مشكله في بعض المراكز مش في كل المراكز. فهو اكيد هيعالج الكلام ده الفتره اللي جايه، فالفتره الجايه دي محتاجه التكاتف، محتاجه ان الكلام يبقى مش كتير، محتاجه نشتغل على الاخطاء بتاعتنا الفنيه. احنا عندنا اخطاء فنيه وفي اخطاء هو الجهاز ما كانش موافق فيها في الماتش اللي فات. وارد جدا ان انت تقابلي فرقه كلها هتلعب بنفس الاسلوب بتاع طلعت الجيش، وفي حلول الكلام ده اكيد، هو مدرب كبير وفاهم ان التكتلات دي بيبقى ليها اكتر من طريق اللي انت تضربي بيها التكتلات، منها الكرات العرضيه. مشكله مش في الكرات العرضيه بس، مشكله ان احنا عملنا كرات عرضيه لان حازم امام نزل عمل شغل كويس جدا، مشكله ان احنا ما عندناش كثافه عدديه جوه ال 18. دي حاجه، ان انت مع الكرات العرضيه لازم يبقى في متابعه للسكند بول. الحاجه الثانيه التصويب لازم يبقى بنسبه اعلى من كده. الحاجه الثالثه المهمه جدا نشتغل على الحلول الفرديه، ان انت ازاي تاخدي فاول على ال 18، ازاي تقربي من تاخد ضربه جزاء، يبقى في اكتر من حل. لكن احنا اعتمدنا بس على الكرات العرضيه وما عندناش كثافه عدديه، وبعدين طلعنا الراجل كمان اللي بيلعب بدماغه. فكان ممكن نلعب في الحاله دي بفرودين وثلاثه في العمق، وثبت الاطراف
واهم حاجه السكند دي بول وما يبقاش عليها هجمه مرتده. كان ممكن الامور تروح في حته افضل من كده، لكن احنا اشتغلنا كرات عرضيه ما كناش بناخد السكند بول، فبتعمل لنا مشكله في الكونتر التاني. خلينا اسالك، احنا عندنا مشكله وكانت ظاهره جدا في المباراتين الاخيره طبعا امام انبي وطلائع الجيش، وده كان موضوع حلقتنا النهارده. مشكله عندنا مشاكل دفاعيه، فحضرتك شايف انه يعني مستر فريرة محتاجين حلول سريعه للاخطاء الدفاعيه اللي بتحصل عندنا ومشاكل الدفاعيه اللي بتحصل عندنا عشان نتجنبها امام مباراه. ده كلام محترم جدا ومهم جدا. انت النهارده لما الفرق الكبيره اللي بتهاجم بس، فوانت بتحط سيناريو ان انت هتهاجمي لازم تبقى عامله حسابك ان في ناس شغلتها انها تدافع بس وتمنع الهجمه المرتده. المشكله في الهجمات المرتده ان احنا التمركز بتاعنا ما بيبقاش صحيح، يعني لازم الترحيل في الحته الدفاعيه. الجون اللي دخل فينا تمركز، هو لو عبد الغني هو حصل خطأين، الخطأ الأولاني إن الراجل استلم من الونش وخد راحته وطلع ورفع راسه، كان لازم في اللحظة دي ما يرفعش راسه ويطلع الباص. الخطأ الثاني إن المهاجم خد خطوتين من على الجنب من ورا عبد الغني، كان لازم عبد الغني ياخد خطوتين لورا بحيث إن هو لما يستلم يبقى قدامه ويقدر يعطل الهجمة، يقدر يقف يعمل يعني يعطله بأي شكل من الأشكال. فالخطأين دول هم اللي عملوا يكون الهدف ان احنا ما عرفناش نمنع الهجمه المرتده، ما عرفناش نعطل، ما عرفناش نتمركز كويس في الهجمه المرتده، بحيث هي خطوتين لورا كان ممكن قفل عليه وكان اداله فرصه ان الونش يرجع يغطي تاني ويعطل الهجمه يعني. فهي دي حاجات كلها بسيطه ومعانا لعيبه دوليه، سهله قوي ان احنا نعالج الامور دي ببساطه جدا، ازاي نتمركز وازاي نرحل نترحل في الحته الدفاعيه، زي الترحيل، زي يبقى في على طول عمق في الدفاع، ما يبقاش في واحد على واحد، لازم واحد على واحد، في واحد عامل تغطيه، لازم الباكات العكسيه ما تزيدش الا في حاله لما يكون معاك الكوره، طول ما انت معكش الكوره لازم في واحد منهم ثابت، يبقى في ثلاثه ورا ثابتين على الاقل حاجه. طيب خلينا يعني نتكلم عن فكره طبعا اللعيبه اللي بتنتهي عقودهم الموسم ده، يعني يمكن ده هو اللي عامل برده شويه لخبطه في الامور لمستر فريرا. يعني في ازمه في عندنا طبعا في فكره اللعيبه اللي هتنتهي، عندنا 8 لعيبه تقريبا هتنتهي عقودهم مع انتهاء الموسم، وده عامل لخبطه جامده يمكن لمستر فريرا. بصي انا يعني برضو انا مش مع الكلام ده، هقول لك ليه. انت النهارده اللعيب بيجي ياخد رقم، حضرتك شايف انه انا اعتمد على اللاعب، انا اعتمد على اللاعب اللي ثانية ولو ما قداش يتخصم من المستحقات. انت جايبه لعيب محترف، اللعيب المحترف ده عليه التزامات، بيلعب لغايه اخر سنه زي ما بنشوف في اوروبا، ممكن اللعيب يلعب في نفس الاسبوع ماتشين، بيلعب في الدوري في الفرقه القديمه بتاعته بكل قوه وبكل التزام وبكل قلب، وبعديها باسبوع بيلعب في الفرقه الثانيه بكل قوه بكل، ده الاحتراف. هو الاحتراف مش انا اخد فلوس هو فقط، لكن انا شايف اي تخاذل من الناس اللي هتنتهي عقودها لازم يبقى في عقاب قوي وشديد، لان اسم نادي الزمالك كبير. انت ملتزم بعهدك لغايه اخر ثانيه، تلعب بمنتهى القوه ومنتهى الرجوله، لان في ناس ما بتاديش من قلبها، ده حقيقي، وخايفه. اصل انت عارفه المشكله في ايه؟ المشكله مش فلوس، المشكله ان هو خايف قبل ما يمشي يتعور، يحصل له حاجه، يتصاب او يحصل له حاجه قبل ما يمشي. ما انت ممكن تمشي عامل مشاكل قبل ما تمشي، ما بتاديش كويس، تروح هناك تتعور. فانت المفروض الصح ان انت اي لعيب ارتدى تيشيرت نادي الزمالك عليك مسؤوليه كبيره جدا، انت لازم تقاتل لغايه اخر ثانيه، تشتغل بكل قلب وبكل ضمير اتجاه النادي اللي هو عملك، وما فيش حاجه اسمها انا همشي انا هقعد، لا، ما تيجي تمشي يبقى امشي، لكن طول ما انت موجود، طول ما هو موجود لازم يتعامل ان هو لعيب في نادي الزمالك لغايه اخر ثانيه في حقته. فلازم المواضيع دي تتحسم، لان دي انا جربت الكلام ده كله في الدوري الممتاز في سنوات الصعود، البلبله بتبقى كتير جوه الفرقه، اكيد بتاثر، فلازم تبقى في اعداد الناس دي تقفل على نفسها. الدوري لسه في الملعب واحنا قادرين ان احنا نحسمه، ان المستويات قريبه جدا من كل الفرق اللي بتنافس، فلسه بدري على الدوري. بس احنا مش عايزين نقدر كل شويه ايه، لسه بدري على الدوري، لسه بدري على الدوري لغايه ما الدوري يروح من ايدينا. فالمواضيع دي لازم تتحسم، ما حدش يتكلم في اي حاجه، لما يجي عقدك عايز تكمل اهلا وسهلا، عايز تمشي اهلا وسهلا. الناس الزمالك مش هيقف على حد، اكيد ده اللي كنا بنقوله، الزمالك عمره ما وقف على حد مهما كان قيمته الفنيه ومهما كانت قيمته الاخلاقيه، لا، الزمالك مش هيقف على حد، قادر ان هو يجيب، هو اللي بيسمع النجوم، هو اللي صنع النجوم دلوقتي، فلا الزمالك غني بولاده، غني بولاده وغني بناسه. فاي لعيب يفكر من ان هو عقد هينتهي عادي مش هيأدي، انا شايف ان لازم يبقى في قرار قوي جدا اتجاه اللعب.
طيب في راي اخر بيقول انه شايفين انه مستر فريرا محتاج يشرك عناصر جديده من فريق الامل. يعني بمناسبه انا حضرتك يعني كان ليك تجربه وكنت حضرتك مشارك في تكوين فريق الامل طبعا في العام الماضي، فاحنا انا حضرتك انسب واحد اسالك عن الموضوع ده. حضرتك شايف الاستعانه بعناصر من فريق الامل، شايف انه ده برضو حل ممكن يكون حل مثالي لينا في الفتره الحاليه؟ هو طبعا التايم صعب، فريق الامل ده كان يعني الحمد لله السنه اللي فاتت كنت عامله مع الكابتن بدر حامد وكان نتيجته مثمره جدا، ان في 7-8 لعيبه طلعوا درجه اولى وهم الغدرات على قوام الدرجه الاولى. نيمار وسيد وسيف وجعفر اصلا كان موجود، وفي احمد زكي وحمدي علاء وفي احمد زكي وكان في يوسف اسامه نبيه وكان في حمدي محمد حمدي وفي كانت مجموعه قبل كده اللي هو حسام بتاع 2001 كان بيلعب معايا حسام عبد المجيد وبيسو والناس دي مجموعه. فطبعا في الحمد لله نادي الزمالك مليان بناشئين جيدين يعني، انما حته ان انت تشرك لعيب في الظروف دي عايزه حسابات، عايزه حسابات. انا ما اجيبش لعيب في ظروف صعبه ولسه بادئ في حياته واحطه في اوقات صعبه. انا من مدرسه ان انا اشرك اللعيبه وكل حاجه، بالذات الصغيرين لازم ياخدوا خبرات من اللعيبه الكبار عشان هم دول اللي هيشيلوا النادي الفتره اللي جايه، لكن بحسابات. حسابات امتى؟ لازم تكون ظروف الجيم ماشيه كويس، اللعيبه فايقه عشان الولد الصغير ينزل يقدر شيء يقدر يأدي كويس. لكن انا ما احطش ممكن يشرك وقت بسيط في المباراه بنسب يعني مثلا ممكن 10 دقائق في ربع ساعه بالزبط. زي ما كان هو دلوقتي يعني هو ماشي مع سيد نيمار بالاسلوب ده مظبوط. الولد ماشي كويس في التدريب، مجتهد، هو وسيف فاروق ماشيين كويس جدا. فهو يعني اعتقد الاتجاه يعني في شايف هو الاثنين دول كويسين دلوقتي ماشيين كويس، فلازم يشركهم بنسب. بس اهم حاجه في الان تايم، لكن ما اجيبش الماتش مكهرب وانزل ولد صغير ويبقى مطالب مني ان هو يأدي او يكسبني، بيبقى الموضوع هيبقى صعب جدا. التجربه طبعا بتاعت الامل دي تجربه جيده جدا وفكره ممتازه، ودي مش اختراع، دي معموله من ايام زمان جدا ايام ما كنت انا بلعب، ولكن لازم تبقى فيها الفكره فيها اهتمام اكبر من كده وفيها ناحيه تسويقيه. يعني انت النهارده عندك لعيبه جيده هيطلع بيلاقي مكانه مليان فيه 2 و3 و4، اللعيب الجيد ده عشان يلعب لازم يشتغل كتير في الملعب، فهو هتبقى فرصته قريبه. فلازم في بيبقى في طبعا جلسات مع الناس المسؤوله، اللعيبه الواعده لازم يعمل لهم عقود جديده ويطلعوا اعراض زي حمدي علاء لما كلمني قلت له اطلع عشان تلعب. صح، المشكله مش في الاعاره ان انا اطالع اعاره، عشان يكون المشكله ان هو يشارك نسبه المشاركه ويلعب اساسي. فاهم حاجه في الاعاره؟ اروح المكان اللي هلعب فيه. صح، مش انا بقى الزمالك مطلع 5-6 لعيبه اعاره، مفيش حد فيهم بيلعب غير مصطفى فيصل وحمدي علاء بس، لا انا عايز اللي يطلع اعاره يبقى نسبه المشاركه بتاعته عاليه وتبقى في شروط ان هو يلعب، ما صح. يطلعش ياخد فلوس وخلاص، النادي لازم يعمل شرط ان اللعيب ده يلعب وتبقى ليه نسبه مشاركه عاليه، لان مع الاحتكاك هيبان بقى اذا كان يقدر يرجع نرجعه تاني. صح، نرجعه نستفاد بيه، يبقى احنا استفدنا منه. بس صح، لازم يطلع عن طريق النادي وعن طريق الاعاره تكون فيها شرط ان هو يلعب. متفقة مع حضرتك جدا في الموضوع ده. طيب احنا دلوقتي في مرحلة فيها ضغط وفيها لخبطة شوية، يعني اللعيبة فكرة ان هم يركزوا في الدوري وفكرة ان الماتشين المؤجلين طبعا بطولة كاس مصر البطولة الموسم الماضي زي ما قلت القديمة الجديدة القديمة الجديدة اللي الواحد مش عارف لها حاجة ديت. فالضغط دوت اللي على اللعيبة ده، ازاي اللعيبة تقدر تفصل ما بين ده وما بين ده وتقدر ان هي تركز في البطولتين؟ طبعا بصي الموضوع ده ما بقاش يعني غريب على الكره المصريه. احنا مش عايزين نعمل مباراه، اللعيب دلوقتي في كل العالم بيلعب كل 3 ايام مباراه. فاحنا مش عايزين نخلق اعذار، لا احنا قادرين ان احنا نعدي. الماتشات دي بتبقى اصعب من الماتشات الكبيره، فانت لازم تقاتل لغايه اخر ثانيه مع الحكم. صحيح، لازم اللعيب يتعود ان هو طالما الحكم ما صفرش انا هكسب، نلعب لاخر دقيقه لازم لاخر ثانيه. انا بعودهم على كده، انا بحب انا النوعيه دي ان انا ما فيش حاجه اسمها ما استسلمش، يعني لازم اقاتل لغايه اخر ثانيه. اديك شايف المباريات اخر دقيقه بتفرق، اخر دقيقه. بس هقول لك حاجه برضه عشان نبقى منصفين، الاجتهاد ما بيجيش غير الحظ، ما بيجيش غير المجتهدين. الحظ بيجي للناس اللي بتتعب وبتعرق، فاكيد ربنا هيديهم علشان هم تعبوا. فاحنا عايزين نتعب عشان ربنا يدينا، لازم نتعب ولازم يبقى في اخلاص، ولازم اللعيبه جزء مهم جدا، اللعيبه بيقعدوا مع بعض مسؤوليه كبيره، انتوا بتلعبوا في نادي كبير، في حاجات على الجهاز وفي حاجات على اللعيبه نفسها كبار.
وانا شايف ان الكبار بيعملوا كده، شيكابالا وطارق حامد والناس الكبار يقعدوا في حاجات بتاعتهم هم. يعني انا اوقات اقول لهم اتكلموا انتوا بقى مع بعض، ما انا عملت كل حاجه، انتوا عليكم مسؤوليه كبيره. ما ينفعش نادي الزمالك يخسر مباراتين ورا بعض، ما ينفعش نادي الزمالك يتعادل مباراتين ورا بعض، لازم الشراسه وابقى شرس جدا في المباراه الثانيه. يعني لازم تبان العين الحمراء للخصم، يبقى انا عايز الخصم يبقى شايل الهم ان هو يلعب نادي الزمالك، من ضغط، من شراسه، من التحامات، يبقى في اصرار ان انا هكسب. الحاجات دي بتفرق مع اللعيب، لكن انا ما هلعب الجماعه دول لا. ما طيب ده دور، ده زي ما حضرتك قلت، ده دور اللعيبه الكبار وكباتن الفريق، لان دايما كنا متعودين منهم ان هم بيأدوا الدور ده. خليني اسالك حاجه سريعه قبل ما نختم، سريعا كده، ما ينفعش ما نتكلمش طبعا عن الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا الفتره ديت، وبلبله كتير وكلام كتير يعني ما حدش عارف له حاجه، يعني ده حقيقه. طب يعني بنتكلم عن اللعيبه او اللاعب اللي بيتقال ان هو وقع للمنافس وان هو خلاص مضى للمنافس، شايف الموضوع ده ازاي، وشايف تاثيره ايه على الفريق وعلى بقيه اللعيبه؟ والله اللي عايز يوقع هو، الكره مش هتقف على حد، ناس الزمالك مش هيقف على حد. بصي، طالما اللعيب دخل المرحله دي يعني ومش هيركز، لازم يبقى فيه عقوبات. زي ما انا قلت لك، اللي عايز يوقع. الزمالك اكبر من اي لعيب في مصر، فانا ما تفرقش معايا الكلام ده، انا هتفرق معايا لما ينزل يدي، عايز يروح ما فيش مشكله، لكن لما طول ما انت بتلعب تديني وما اديتنيش اتحاسب. هو ده اللي انا اعرفه. واللي عايز يمشي باب النادي، نجيب غيره ونجيب احسن منه ونعمل اكتر احسن منه، ولا يعني الكره مش هتقف على حد. فاللي عايز يمشي مع السلام. هو اللي خسران، لان اقول لك حاجه مهمه جدا، بتيجي على اللعيب فتره تالق، ده حقيقي، مش هتيجي له تاني. هو جاله فتره تالق مع النادي، فتره تالق كان متالق، وبعدين مفيش اي حاجه للنادي، وكان ماشي كويس وفنيا كان ماشي كويس، عشان يرجع الفورم دي تاني في اي حته تانيه هياخد وقت طويل جدا. يبقى هو اللي خسران مش نادي الزمالك. الزمالك هيجيب غيره ويجيب افضل منه ويجيب احسن منه. نادي الزمالك مش هيقف على حد مهما كانت قيمته ومهما كانت تاثيره في الفرقه، بالعكس عادي جدا. بالعكس، انت لما هتمشي واحد بيعمل لي مشكله واطلع حد ملتزم، بالعكس ده مكسب للفرقه ومكسب للنادي. فاي حد من اللعيبه، مع احترامي ليهم جدا، لا عايز تمشي بس العب واديني، عشان انت بتاخد بقى، عايز تمشي امشي. شايف ان مستر فيريرا المفروض انه ايه، او مش المفروض، شايف ان مستر فيريرا الفتره الجايه ديت ممكن يستغنى عن بعض من اللاعبين اللي مش هيكملوا معانا الفتره الجايه؟ لا طبعا، في لعيبه مش عايز اذكر اسمائها، يعني صلاحيتها انتهت في نادي الزمالك، مش مهمين. شايف ان هو ما بيضيفوش اي حاجه لا 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 خالص خالص. انا بصي، انا بحب احترم الناس كلها، بس في الكوره وفي الشغل ما فيش عاطفه. ده كويس. لا، في الامور بقت واضحه جدا لاي مدير فني دلوقتي، ان في ناس خلاص مش هتقدر تأدي اكتر من كده. ده حقيقي. في ناس قلبنا شغل هيبقى شغل موظفين، لا ما ينفعش طبعا، بس في الان تايم. يعني انا ما اقدرش امشي حد دلوقتي خالص. انت عندك مشكله كبيره لازم تتحل، بتاعت القيد حتى اثرت على قطاع الناشئين. فالنهارده المشي بحساب وفكر، ما اقدرش. انا ممكن استحمل واحد انا مش مقتنع بيه 100% لغايه ما يجي الوقت المناسب. الاحلال والتجديد ده بيبقى عايز حرفانه. طب احنا ليه ما عندناش حته وقت محترم؟ يعني احنا ليه ما بنتكلمش بصراحه؟ ليه دايما بنخاف من ان احنا نتكلم ونقول ونتكلم بصراحه؟ ليه اللاعب اللي عايز يمشي ما يقولش انا عايز امشي وعايز اروح مكان الفلاني؟ والجهاز الفني والمدرب نفسه يقول انا، انت كلاعب انا مش محتاجك دلوقتي، انت مش هتفيدني بحاجه، فانا مش هشاركك في المباريات. ليه ما يبقاش في مصارحه ما بين ده وما بين ده؟ بصي، الامور بتبقى واضحه جوه الفرقه. النهارده اللي هيمشي هيبقى جوه الفرقه معروف، واللي هيقعد معروف. انا بتكلم على النواحي الفنيه، ان اللي عايز يمشي. لكن في ناس بقى لها فتره ما نادي الزمالك ما استفادش منهم باي حاجه فنيه، وبياخدوا مبالغ. لا، الناس دي لازم يبقى في تقييم، والتقييم بيجي من الجهاز الفني، بيقعدوا مع بعض بيعملوا جلسات، ان مين اللي يصلح ومين لا يصلح. عندنا بعض المشاكل الفنيه في بعض المراكز، مش عايز اعلن عنها طبعا، معروفه للناس كتير، بس انا ما حبش اقولها دي. التدعيم يجي من خلال كده. الحاجة التانية مهمة جدا، ان الفترة اللي جاية دي محتاجة توحيد، يعني سقف للعيبة، لان اللعيبة بقت تاخد حاجات ما بيدوش على قد المبالغ اللي هم بياخدوها. انا عايز يبقى في سقف للعيب، لان في لعيبة بتاخد ارقام ومبتستفيدش منها بحاجة. يعني انا عايز اللي ياخد الرقم ده يكون مرتبط ببطولة، الارقام دي تبقى مرتبطة ببطولة. انت النهارده طالب مبلغ هدولك، بس لو ما جبتش، احنا بنلعب 5 بطولات، على الاقل حاجة جيب لي 3 بطولات. ما جبتش ال3 بطولات دول، يبقى انت لازم عقدك ينزل. مش انا بقى حد اقعد اكلف النادي فلوس ومبالغ طائله، وبعدين علينا فلوس واللعيبه ما خدتش فلوس. ما هو ما بتجيبش بطوله،
يعني انت ما خلي العقود تبقى مرتبطه بالبطولات. انت كنادي كبير مش شارك في 5 بطولات، اقل حاجه 3 بطولات، لما اقل من كده العقد بتاعه يقل عشان يبقى في حافز للعيب ان هو يلتزم. صح، لكن اللعيب خلاص ضمن وجوده في الفريق وضمن الفلوس اللي بياخدها خلاص. والعقود دي بتبقى ليها ناس محترفين، مفيش حاجه اسمها يبقى في ثغرات في العقود، مفيش. انت جاي نادي الزمالك لازم تبقى في لجنه للعقود للتعاقد، لجنه التعاقدات، في ناس حريفه في العقود. مش اي حد يعمل عقد، ما يبقاش عقد فيه يجي لعيب يقول لك انا عندي ثغره هنا. لا، الكلام ده ما يتعملش مع الانديه الكبيره. لازم النادي ياخد كل حقوقه ويحفظ كل حقوق النادي بحيث ان هو يعرف يمشي امتى ويقعد امتى، ما يعملش دروب في الفرقه. واللي في الاخر اللي عايز يمشي اهلا وسهلا، انت قادره ان انت تجيبي لعيبه ثانيه، ولعيبه مصر كلها تتمنى تيجي تلعب في نادي الزمالك. اكيد طبعا، يعني الموضوع مش مشكله. يعني كل التوفيق لينا بكره ان شاء الله في مباراتنا امام اسوان، يا رب تكون صحوه كده للفريق ان شاء الله، ونرجع تاني ندخل في نغمه الانتصارات وان شاء الله كمان ده يدي ثقه كبيره. يعني فوزنا بكره باذن الله يدي كمان ثقه للعيبه في استكمال مسيرتهم في مشوار الدوري. بشكر حضرتك جدا، دايما حضرتك بتنورني، دايما حضرتك يعني كلام مهم جدا واراء مهمه جدا من حضرتك، ودايما بتكون اضافه قويه جدا لينا في بناء نهارك ابيض. انا اللي بشكرك، نهارك ابيض ودايما متالقه ودايما موفقين في البرنامج ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده وكلام اكتر عن مباراه الزمالك واسوان في كاس مصر الموسم طبعا الماضي. نشوفكم بكره في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.